أصحاب المعالي والأخوات، أعتقد نحن اليوم نطلب مبادرة جديدة، مبادرة قد تشكل نموذج للعمل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية وأيضا القطاع الخاص. نحن كنا نعاني دائما أن المدرسة مثل المكان المعزول اللي أحيانا الطالب يذهب له وهو يشعر يعني بأن ذهاب هذا رغما عنه. حتى ننجح في تحقيق أهدافنا التعليمية لابد أن تتحول المدرسة إلى مكان جاذب للطلبة، إلى مكان يستشعر الطلبة فيها المتعة والراحة ويكون لديه نوع من الإقبال الشخصي عليها. نحن اليوم في إطلاق هذه المبادرة مع مجلس أبو ظبي الرياضي نفتح آفاق لتمكين المدرسة من القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه. وأعتقد يعني مبادرة مجلس أبو ظبي للرياضة للتعاون في هذا المجال والاستفادة من المدارس وجودها بين الأحياء سيفتح لنا آفاق، ليس في قضية تحقيق أهداف مجلس أبو ظبي الرياضي في اكتشاف الكفاءات والموهوبين في مجال الرياضة ورعايتهم، ولكن أيضا في إيجاد حراك مجتمعي يخدم دائرة تنمية المجتمع. ولهذا أنا أهيب بالحقيقة بأولياء الأمور بأن يكون لهم دور أساسي وحيوي في إنجاح هذه المبادرة. وجود هذه المدارس بين الأحياء، انشغال الطلبة بالإقبال عليها والاستفادة من الإمكانيات المتاحة فيها سيفتح آفاق جديدة تغير سلوك الطالب، تنمي مواهبه، وأيضا هذا بالتالي سينعكس على استيعابه واهتماماته العلمية وتفوقه، وأيضا بينعكس على أن المدرسة سيكون لها دور يليق بها، يشعر المدرسة بإنجاز تحققه للمجتمع بكل مكوناته. ولهذا أنا أهيب بالأولياء الأمور، أهيب بالطلبة الاستفادة بهذه المبادرة، الإقبال عليها، هم الشريك الحقيقي، بدون إقبالهم وتفاعلهم معنا لم ينجح في تحقيق هذه أهداف هذه المبادرة. واللي أتمنى الحقيقة أن الأخوة الإعلاميين دائما يتواصلون مع هذه المدارس المجتمعية، يلتقون بالطلبة المشاركين في فعالياتها بأولياء الأمور بالمعلمين ويبرزونها ويسوقون التسويق اللي يعزز من أدوارها ويسهم في تحقيق الهدف المرجو من هذه المبادرة. وشكرا لكم.